الأولى صفة المؤمنين الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الإيمان ظاهراً وباطناً، الذين آمنوا ظاهراً وباطناً بدأ بالمستور ثم ثنت بضدهم، وهم الكافرون الذين أظهروا الكفر صراحة، كفروا ظاهرا وباطنا، وذلك في آيتين. وهذه عادة القرآن أنه كلما أتى بنوع عقبه بضده، بحيث تظهر المسائل والمعاني واضحة بينة، يذكر الظلمات والنور، يذكر الحي والميت، يذكر الجنة والنار، يعقب كل صفة بضدها لتتميز الأشياء وتتبين للناس. فإن الضد يظهر حسنه الضد. إذا ذكرت أوصاف المؤمنين وما لهم من الخيرات في الجنان، ثم ذكر بعدهم أوصاف الظالمين والكافرين وما عد الله لهم من العقاب والعذاب، فإن المؤمنين يزدادون فرحة، والكافرون والظالمون والمفسدون يزدادون حسرة. هذه الحكمة في أن كل صفة تذكر بعدها الصفة التي هي ضدها. هذا الصنف من الناس لهم الصنف الثاني، ذكرهم الله بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهؤلاء بينا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صار ميؤوسا منهم لما هم فيه من العناد والشقاق والمكابرة. كأن هذه الآية في الوقت الذي تحذر فيه الكافرين وتذكر سوء أفعالهم، هي في الوقت نفسه تعطي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الله تبارك وتعالى يقول له: لا تأس عليهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هؤلاء ميؤوس منهم، قطع الطمع فيهم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر بعد ذلك بأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فهم صاروا في باب الميؤوس منه. وهذا من العقاب العاجل للعبد، فإذا صرفه الله عز وجل وجعل فيه عدم قابلية للاستقامة وللطاعة، فتلك عقوبة عاجلة. وهذا أقسى ما يبتلى به الإنسان. أحيانا يستدرج بالنعم وبالخيرات وبالدنيا تزهو له ويعطى له منها ما يريد، ويصرفه الله عز وجل عن الهداية ويطبع قلبه على الضلال، فهذا غاية الخسران، لأنه صار ميؤوسا منه ولا طمع له في الخير. هذا هو الحال الذي عليه وصف الله عز وجل عليه هذه الفئة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. التسوية هنا بمعنى إخبار عنهم، أمر انتهى، لأن الكلام عندما يكون استفهام فالجواب يصلح أن يكون هكذا أو يكون هكذا. الأمر هنا ليس استفهاما، ليس استفهاما، هم قد يكونوا في نهاية الأمر تهدى قلوبهم ويسمعون الحق أو لا تهدى. لا، ليس الكلام هنا استفهام، وإنما كلام هنا إخبار، بمعنى انتهى أمرهم، قطع أمرهم. هناك فرق بين الاستفهام اللي هو طلب، وبين الخبر اللي يساق مساق الخبر، يقول مثلا تقول صار كذا وكذا وحدث كذا وكذا، خلاص هذا أمر ما عاش يتغير، انتهى، لأنه أصبح في كأنه في حكم الماضي، انتهى. سواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا أمر انتهى ولا أمل لهم في خير. وهذه القاعدة في
الاستفهام إذا سبقته هذه الأداة وهي كلمة سواء فإنه يتحول من استفهام إلى إخبار، والإخبار أشد من الاستفهام لأنه صار الأمر لا رجعة فيه. سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار، يا محمد هؤلاء استوى عندهم الأمر فلا تطمع في هدايتهم. وهذه القاعدة كلما جاءت كلمة سواء قبل الهمزة حولت الكلام من استفهام إلى إخبار، بخلاف ما إذا كان الكلام فيه الهمزة وأم تسمى عند النحويين أم المتصلة، إذا سبقها لم يسبقها كلمة سواء فإنها تبقى على أصلها، تبقى على الاستفهام، تقول يعني أزيد قدم أم عمر، أي أيهما جاء، تريد أن تستفهم. لكن عندما تقول سواء علي قدم زيد عمر أنت لا تريد أن تستفهم، فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا أمر كما أخبر الله عز وجل عن قوم لوط، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، على قلوبنا أكنة، لا نريد أن نلتفت، لا نريد أن نسمع. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك السبب في هذا، بأنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وختم الله على القلوب لا يأتي ابتداء، الإنسان عندما يجد نفسه قد سار في مسار الغواية والضلال هذا لا يأتي للإنسان ابتداء، لأن الله عز وجل لا يريد الشر لعباده، لا يريد الفاحشة، لا يريد المعصية، الله عز وجل يريد الخير. ولذلك أرسل الرسل وأمر الدعاة وأمر بالمعروف وأمر الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لأنه يريد الناس أن يهتدوا أن يستقيموا. فالختم على القلوب وعلى السمع وعلى الأبصار وحصول الضلالة وحصول الغواية لا يأتي للإنسان ابتداء، وإنما يأتي له بعد أن يختار، بعد أن يبين له الحق، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل أرسل الرسل وبين الأحكام وأنزل الكتب وبين للناس ما يصلح به حالهم، ثم بعد ذلك بعد أن يتبين لهم الهدى ويختارون الضلالة ويسيرون في الغواية، من أصر على ذلك وامتد له هواه قد يطبع الله على قلبه بسبب اختياره للمعاصي، لأن الله عز وجل أعطاه الفرصة وأعطاه الأمل وبين له الطريق، وما ذلك أعرض وكابر والتفت عن الحق، فمن كثرة المعاصي وهذه الظلمات الله عز وجل قد يختم على قلبه وقد يطبعه على الضلال، فلا يرجى منه خير ولا يرجى منه أمل. فإذن عندما نقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ليس هذا معناه أن الله عز وجل يأتي للإنسان دون أن يبين له ويجده على هدى ويجده على خير فيغويه. الله عز وجل بيّن لنا أن الإنسان الذي يأخذ بالطريق ويضع يده على الطريق ويريد الهداية يزداد هدى، والذين اهتدوا زدناهم هدى، والذين يختارون الضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني حكم الله عز وجل بينه لنا أنه يأتي على من أراد، هو ابتداء من أراد الخير وحرص عليه وفقه الله عز وجل له وهداه إليه وزاده منه، ومن اختار الضلالة واختار الغواية فالله عز وجل يضله ولا يريه الطريق بعد ذلك، كما أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة أن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما معنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؟ هم لما لم يؤمنوا به عندما تبين لهم وجاءتهم الآيات وأعرضوا عنه
وأعرضوا عن القرآن وعلموا أنه معجز وعلموا أنه من عند الله، وهم في قراءة أنفسهم لا يكذبونك، يعلمون أنه حق، ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فلما هم مع هذا كله ومع علمهم بهذا كله أعرضوا، قلب الله قلوبهم وصرفهم عن الحق وأضلهم عنه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، لأنهم لم يؤمنوا به عندما تبين لهم في أول الأمر وجاءهم الحق وجاءهم النذير وتبينت لهم المعجزة والآية والدلالة، وهم أعرضوا وانصرفوا. الله عز وجل بعد ذلك قلب أفئدتهم وحولها وحول أبصارهم عن الحق وصاروا في طريق الضلال. هذه القاعدة يجب للمؤمن أن يعتقدها، لأن كثير من الناس يظن أنه هو لا قدرة له على شيء، وأن الأمر يعني هو صحيح، الأمر كله بيد الله والمشيئة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل للعبد اختيارا وجعل له أمرا ونهيا في خاصة نفسه، هو مناط الابتلاء وهو مناط الثواب وهو مناط العقاب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الختم هو القفل والطبع والاستيلاء على الشيء والاستيثاق، يعني عندما تقول ختمت على هذا الكتاب أو ختمت على هذه الخزنة، بمعنى هذا إقفال لها، لا يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء، صدود كامل، ليس هناك فرصة لأن يدخلها شيء من الخير أبدا، انتهت. ختم الله على الختم هو الطبع هو الاستيثاق. ثم عدي هذا الكلام فعل ختم الله على قلوبهم، عدي بحرف على، وعلى معناها في اللغة الاستعلاء، الاستعلاء على الشيء والهيمنة عليه والسيطرة عليه. فمعنى هذا الختم هو ختم متمكن مستعل مسيطر، لا أمل في اختراقه. الإنسان عندما يكون مستعلي على الشيء يبقى يسيطر عليه، إذا أردت أن تسيطر عليه مكان فالعادة تعمل له برج مراقبة، أعلى مكان هو الذي يسيطر على ما تحته. في المعارك من كان في أعلى الجبل أو في أعلى المكان هو الذي يسيطر على من تحته، ويعمل القناصة ويعمل كذا، فيبقى اللي في الأسفل هو الضعيف. فالله عز وجل هنا عبر بأن هذا الختم هو ختم مستعل متمكن مسيطر لا أمل في اختراقه. ختم الله على قلوبهم. القلب معروف ما الإنسان، هو هذا العضو اللي في داخل الإنسان، العضو الصغير، هو صغير في حجمه، لكن الله عز وجل ربط به كثير من الأشياء وعلقها عليه، بل جعل القلب هو المهيمن والمسيطر على الجسم كله وعلى البدن كله، وجعل العقل والفكرة واللب فيه. آيات القرآن كلها تربط بين الفقه والبصيرة والعقل وبين القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عن القلب حديث الصحيح، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مضغة معنى قطعة صغيرة تمضغ، يعني لما بتعبر على الشيء بالصغر تعبر به بهذا الكلام، مضغة معنى قطعة صغيرة من اللحم. إذا صلح القلب، صلح قلب الإنسان، يصلح جسمه، تصلح أطرافه، تصلح جوارحه، نفسه كلها يسخرها إلى الخير إذا صلح القلب، يصلح باقي البدن. وإذا فسد القلب وانطوى على كره أو على ضغينة أو على مكر أو على خداع أو على فساد أو على كفر أو نفاق أو ضلال، انعكس هذا على الجوارح. وإن كان بعض الناس
يعني يكون في قلبه شيء ويظهر شيئاً آخر، لكن هذا سرعان ما يترجم ما في الباطن، ولو أخفي حيلاً سرعان ما يظهر، لأن نتائج العمل التي يعملها الإنسان بجوارحه أو بلسانه وإن كانت في بداية الأمر قد تظهر خلاف ما يبطن القلب كما يفعل المنافقون، لكن سرعان هذا الأمر ما ينتهي وينكشف ويتبين أن الجوارح هي في الواقع تبع للقلب، بل يكون بعد ذلك الفساد الذي ترتب على عمل الجوارح واللسان والذي ظاهره الإصلاح يترتب عليهما الفساد والقبح والخبث أكثر مما يترتب على ما إذا كان الأمر من بعده هو معلنا. عداوة العدو الظاهر أخف من عداوة عدو الباطن، من يتملقك ويكذب عليك ويعطيك الكلام الحسن وفي الواقع يخدعك ويضمن لك السوء ويكيد المكائد، هذا فيما يتعلق سواء على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم وعلى مستوى المسائل العامة في الدول وفي غيرها. من يجاهرك بالعداوة وتعرف أمره ويكون واضحا لديك تأخذ حيطتك منه وتبكى أنت وهو على سواء، كل منكم يعد العدة للآخر وتبكى أموركم يعني متقاربة ومتنافسة وواضحة وبينة. لكن عندما يكون الإنسان يظهر لك الود ويظهر لك النصح ويظهر التظاهر بالإسلام ويظهر التظاهر بالحق حتى يتمكن، زي ما يأتي كثير من الحكام أول ما يستولون على النظام وعلى الدولة، رأيتم القذافي عندما صار انقلابه في بدايته أول ما بدأ بالكلام الذي يحبه الناس، هذا هو النفاق، هذا هو الكذب، القلب خلاف ما في الباطن خلاف ما في الظاهر، يمنع الخمر ويكسر زجاجات الخمر والخمارات يعني كلها، يعني في الأسبوع الأول من انقلابه كل الخمارات يعني هجم عليها الناس واقتحموها وجماعته وكسروا دلال الخمر والأشياء اللي هي تتعلق بالمعاصي مثل العلاقة بالكفار وبالأجانب وكذا، كلها أظهر العداوة ضدها حتى إنهم بالغوا وقالوا لا نريد إلا لغة الضاد، إلا اللغة العربية لغة القرآن، وأتوا على لافتات المحلات في الطرقات وكذا، كسروا لافتات الناس وخسروهم في أموالهم بحجة انحيازهم للقرآن واللغة العربية والإسلام وللقومية إلى آخره، حتى تمكنوا من قلوب الناس ومع ذلك رأينا ما رأينا منهم. هذه العداوة أشد عداوة من الإنسان الذي يقول لك أنا والله أنا أريد أن أعمل كذا ولا أعمل كذا، أن يمكن من فيما يتعلق بتطبيق الشرع وتطبيق الدين يمكن نعمل كذا ولكن لا نعمل كذا، أنا لا أدخل البلاد مثلا في استغلال من الكفار ولا كذا، ولكن في الوقت نفسه لا نريدكم أن تعملوا لي شيء معين فيما يتعلق بالشرع، الذي يبين لك ويوضح لك هذا خطره وشره أخف وأقل ممن يظهر أنه مع الحق وأنه مع الدين وأنه مع الإسلام وأنه مع الوطن، ثم تفاجأ بعد ذلك بعد أن يتمكن من الناس ويستولي على القوة ويستولي على السلاح ويمكن لنفسه بالجبروت وبالقوة وبالمخابرات وبالسجون وبالعذاب، بعد ذلك لا أحد يستطيع أن يرفع رأسه، انتهى الأمر. فهذا هو السبب في أن القلب أساساً هو المسيطر هو المضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، فتنعكس آثار ما في القلب على الجوارح، والعكس أيضاً صحيح، إذا الجوارح فسدت والأعمال فسدت وإنسان صار يعمل المعاصي هذا يؤثر على قلبه ويفسده، حتى لو كان القلب في بداية الأمر على الإيمان وعلى الاستقامة، بكثرة المعاصي يصير مظلما. ولذلك ورد في الحديث الصحيح إن
الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فما أشربها من القلوب دخلت فيه فصار أسود، ومن أنكرها أنكر هذه الفتن فصار أبيض حتى يصير على قلبين، حتى يصير القلب الواحد على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تدخله فتنة، وقلب أسود وقلب أسود مجوخ مثل الإناء المائل، قلب أسود مرباد، مرباد يعني لونه بين سواد وبياض كالإناء المكفي المائل. فالقلوب يعني إذا كثرت المعاصي تظلم شيئا فشيئا حتى تسود وتصير مظلمة ولا ينفع بعد ذلك فيها، فلا تنكر منكرا، فلا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، يصير عندها صدود، يصير عندها صدود فلا تستطيع أن تميز الحق من الباطل. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة المعاصي، كثرة الظلمات يظلم القلب. والقلب هو أخطر شيء في الإنسان، يجب على الإنسان يحرص عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حديث يرويه أنس، يقول أنس: قلنا يا رسول الله أتخاف علينا وقد هدانا الله بك وعلمنا الحق؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. حديثان: أحدهما في الدعاء بتثبيت القلب، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وحيث الآخر كان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلب من اسمه اشتق وهو سريع التقلب. كلمة قلب في اللغة: قلبت شيئا أقلبه، يعني رددته. إذا قلت قلبت شيئا أقلبه بمعنى رددته على بداية أمره، ومنه قلب الإناء أن تكفيه على وجهه. فالقلب مشتق من هذا، سريع التقلب. ولكن ينبغي الإنسان أن يحرص على قلبه من المعاصي حتى لا يصير مظلما، حتى لا يصير مظلما. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. أعاد القرآن العامل حرف الجر على سمعهم ليفيد تمكين هذا الطبع وهذا الإغلاق وهذا الاستثاق على الأمرين معا. يعني كان يمكن يكون السياق ختم الله على قلوبهم وسمعهم، لكن عندما يعاد حرف الجر وعلى سمعهم ليبين أن الأمر فيه شدة في الأمرين، فيه استيثاق وفيه طبع وفيه غلق للأسماع وغلق أيضا للقلوب. ختم الله على قلوبهم وختم على سمعهم، والسمع هو موضع الذي يقبل الأصوات، الجارحة تقبل الأصوات وتمثل في الأذنين. والقرآن عادة كثيرا ما يذكر القلب والسمع والبصر، لأن هذه الحواس الثلاثة الرئيسة التي هي مصدر الإخبار، المصدر اللي بيصل به الخبر إلى الإنسان، والمعرفة بيعرف به الحق، يعرف به الهداية، بيدرك به الأشياء عن طريق هذه الأشياء الثلاثة: القلوب والسمع والبصر.
لكن نلاحظ دائما أنه كل ما يذكر القرآن هذه الأشياء يجمع، تأتي الألفاظ بصيغة الجمع في القلوب، وتأتي بصيغة الجمع في الأبصار، وتأتي بصيغة المفرد في السمع. اللي في القرآن أكثر من 30 موضع كلها بهذه الصورة، لم تتخلف. السمع دائما يأتي بلفظ المفرد، وجعلنا على سمعهم وعلى أبصارهم، دائما غير السمع. قالوا في ذلك حكمة وإعجاز، وخصوصا الآن الإعجاز القرآني يبين اكتشافات العلمية، تبين أشياء كثيرة ربما كانت أسرارا غير واضحة. مثلا أهل اللغة عندما كانوا يفسرون هذا قبل أن يظهر الإعجاز، وهو تفسير صحيح، يقولون القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب عندهم المصدر لا يجمع. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. فنلاحظ أهل اللغة عندما يريدون أن يفسروا هذا الأمر ويقول دائما السمع يأتي مفرد والبصر والقلب يأتي بصيغة الجمع في القرآن، يقول لأن السمع مصدر والمصادر لا تجمع، بخلاف البصر والقلب فهي أسماء وهي تجمع. ويقول أيضا لأن السمع مضاف، مفرد مضاف أيضا، والمفرد المضاف من صيغ العموم مثل الجمع، لأن الصيغة التي تدل على الجمع في العلم الخاص بهذا العلم وهو علم الوصول صيغ كثيرة، منها صيغ الجموع، المؤمنون، المشركون، الكافرون، المسلمون، هذه صيغ جموع. من صيغ الجموع أيضا التي تفيد العموم هو المفرد المضاف، كلمة مفردة لكن لما تضاف تفيد العموم. تقول مثلا، يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله، نعمة لفظ مفرد فهو مضاف، هذا في العموم جميع نعم الله عز وجل، كأن الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. فلا يفترق المعنى بين أن تقول وإن تعدوا نعم الله بصيغة الجمع، أو تقول من حيث المعنى، أو تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمفرد المضاف أيضا من صيغ العموم. هذا التوجيه اللي كان يوجه به الناس أو المفسرون الحكمة في يعني ما معنى أن يفرد السمع ثم تجمع باقي الحواس الأخرى. ولكن يضيف إلى هذا أيضا، الآن العلم يبين لنا أن الإنسان عنده سمع واحد فقط، السمع لا يتعدد. قال لأنه لا يستطيع الإنسان أن يسمع صوتين في وقت واحد. لو وضعت أنت في أذنك هذه سماعة وفي أذنك سماعة، وكل واحد يتكلم كلام، يلقي خطبة يتكلم خطبة، لا تستطيع أن تعمل الخطبتين شيء،
الخطبتان تضيعان عليك لان عندك سمع واحد ما عندك سمعين، لكن بخلاف حاسة الأخرى حاسة البصر أو حاسة القلب تستطيع أن تدرك أشياء متعددة في وقت واحد. أنت مثلا لو إنسان يملي عليك كتابا أو أنت جالس تستطيع أن تراني وترى فلان وترى فلان، وفي الوقت نفسه تستطيع بإدراكك أن تكتب ما تسمع، فأنت في أثناء السمع يعني الإدراك يستطيع أن يعمل عدة أشياء في وقت واحد، يسمع ويكتب ويتكلم ويراقب. هذه وظيفة إدراك، عندك إدراكات متعددة في وقت واحد. والبصر أيضا يتعدد، تستطيع أن تبصي إلى أشياء كثيرة. أنت تأتي إلى جموع مثلا 100 واحد يقال لك هل يوجد فلان في هؤلاء، في دقيقة أو دقيقة تستطيع أن تميز، لأنك تستطيع أن ترى الناس كلهم في وقت واحد. فالبصر يتعدد والإدراك يتعدد، ولكن السمع لا يكون إلا واحد. ولذلك هذه ربما هذه من الحكم التي الله عز وجل دائما عندما يذكر السمع يذكره بصيغة المفرد. ودائما يلاحظ أيضا في القرآن أنه كلما يذكر السمع يقدم على البصر، مع أن الناس ربما بعض الناس يقول إن البصر هو من الأهمية بمكان، وقد تكون أهميته أحيانا أكثر وأشد من السمع. يقال لا، أيضا هذا أيضا بيّن العلم أن السمع هو حقه التقديم من جهتين، من جهة التشريح والإعجاز العلمي، وتبين أن مكان السمع في العقل وفي المخ هو في المقدمة بخلاف مركز البصر خلفه. وتبين أيضا أن السمع أهميته أكبر، أن السمع أهميته أكبر من أهمية البصر. فإن الإنسان من حين أن يكون جاي في بطن أمه وهو يسمع نبض قلب أمه ويسمع حركة أمعائها، وعندما يولد يسمع، إذا صرخت إلى جنبه يفزع لكنه لا يبصر، لا يبصر وهو في بطن أمه، ولا يبصر حتى بعد أن يولد إلا بعد عدة أيام. فالسمع هو سيطرته وأهميته في الإنسان هي مقدمة، مقدم في الوجود، مقدم في الحواس، مقدم على حاسة البصر. والإنسان دائما يسمع، الإنسان سمعه لا يتوقف بخلاف بصره، حتى وهو نائم يسمع. بدينك إذا أردت أن توقظ إنسانا كلمته فيسمع ويستيقظ، لكن لو أتيت على وجهه وحركت يدك لا يستيقظ لأنه البصر متوقف. فهذه هي أشياء تبين لنا الحكمة في الله عز وجل، دائما عندما يأتي في القرآن يأتي السمع مقدم على البصر، ويأتي السمع بلفظ المفرد، على حين أن تأتي الحواس والصفات الأخرى تأتي بصيغة الجمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة وزنها فعالة في الميزان الصرفي، قالوا هذا الوزن عادة دائما يكون للكلمات التي تفيد معنى الإحاطة بالشيء، مثل عصابة تلف، مثل عمامة تلف الرأس، اللفافة، الوقاية. فغشاوة معناها ظلمة كاملة محيطة تلف البصر مجللة له شاملة له، لا يبصر شيئا. وعلى أبصارهم غشاوة، غمامة، غطاء شامل مجلل، لا يستطيع صاحبه أن يرى شيئا ولا أن يبصر شيئا. وعلى أبصارهم غشاوة، وقرئ وعلى أبصارهم غشاوة بالفتح، قالوا هذا على تقدير محذوف، يعني وجعلنا على أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعلنا على أبصارهم غشاوة. قالوا هذا كقول القائل أعلفتها تبنا وماء باردا،
علف الدابة تبنا وماء باردا. الماء يعلف علف ولا يسقى؟ الماء يسقى لا يعلف. فعلفتها تبنا على تقدير محذوف، أي وسقيتها ماء. فهذا أيضا ختم الختم على سمعهم وعلى أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة، أي وجعلنا على أبصارهم غشاوة. ومنه أيضا تقول جاء متقلدا سيفا ورمحا. السيف يقلد صحيح لأنه يعلق، سيف عندما الإنسان يصحب السيف يعلقه، لكن الرمح لا يعلق، الرمح يشهر. فيقول فلان تقلد سيفا ورمحا، أي تقلد سيفا وأشهر رمحا. هذا معنى وجاء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولهم عذاب عظيم، يعني ترتب على هذا الختم على قلوبهم وعلى سمعهم وهذه الغشاوة والظلمة على قلوبهم وعلى عقولهم، ماذا ترتب عليها؟ ترتب عليها العذاب العظيم في الآخرة، يعني الضلال في العقاب الأول في الدنيا هو ما رأيناه، أن الإنسان ييأس من الهداية، هذا عقاب عاجل، ثم العقاب الآجل بعد ذلك هو عذاب الآخرة. ولهم عذاب عظيم. والعذاب، العذاب، كلمة عذاب تعني في الأصل معناها الإمساك والمنع، أعذب بمعنى أمسك ومنع. ومنه قالوا الماء العذب لأنه يمنع من العطش، كلمة عذب أساس هي هذا، هو أصل في اللغة أن تعني معنى الإمساك والمنع. والعذاب والنكال بمعنى واحد، وزنا ومعنى، عذاب ونكال. إلا أن النكال فيه معنى مع العقوبة، فيه معنى الإنسان بحيث تكون له عبرة وتكون له عظة وتذكير بما فعله. وذلك الله عز وجل عندما ذكر العذاب الشديد للمحارب والسارق والسارقة وكذا، قال نكالا من الله، بالإضافة إلى أنه عذاب فيه تحذير وفيه موعظة وفيه عبرة لمن يريد أن يعتبر. فالعذاب والنكال كلاهما بمعنى واحد. ولهم عذاب عظيم. والعذاب العظيم أحيانا يوصف العذاب بالعظيم، وأحيانا يوصف بالأليم، وأحيانا يوصف بالكبير. فمن الناس من يقول مثلا العذاب العظيم هو أشد من العذاب الكبير. العظيم في اللغة منهم من يرى أن كلمة عظيم هي أشد من صفة كبير، وحاولوا أن يجعلوا استدلال لها قول لأن العظيم نقيضه الحقير، يعني اللي يقابل العظيم ماذا يقابله؟ حقير. والكبير ماذا يقابله؟ يقابله الصغير. وبطبيعة الحال أن الحقير أقل شأن من الصغير، الإنسان قد يكون صغير ولا يكون حقيرا. قول لما كان الحقير أقل شأنا من الصغير فبالعكس أيضا يكون العظيم أشد من الكبير. لكن قالوا هذا استدلال بقياس العكس وهو ضعيف الاحتياج به في عند الأصوليين، قياس العكس استدلال به ضعيف عند الأصوليين لا يقولون به. وإذا كثير من العلم يقولون إن صفة العذاب بالكبير هي أشد وأقسى من صفته بأن تصفه بالعظيم، لأن كما قلنا مقابل العظيم هو الصغير هو الحقير. فكل ما لا يكون حقيرا، كل ما لا يكون حقيرا فهو عظيم، وما لا يكون حقيرا قد يكون صغيرا. فإذا الكبير يكون أعظم
وأشد وأنكى عندما يوصف العذاب بأنه عذاب كبير يكون أشد وأنكى من أن يوصف بالعذاب العظيم. ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انتهى الآن الفريق الثاني لهم الذين أعلنوا الكفر، ثم بدأ القرآن يبين الفريق الثالث، وهذا الفريق أطال فيه القرآن وأطنب ووسع، لأن البلاغة تقتضي الإيجاز عندما يكون المقام يقتضي الإيجاز، وتقتضي التفصيل والإطناب. الإطناب ليس دائما عجزا، الإطناب قد يكون أحيانا هو البلاغة بعينها إذا كان المقام يقتضي التفصيل والتوضيح والإطناب. ولذلك عندما أتى الكلام على المنافقين فصل القرآن ووضح وضرب الأمثلة وبين بأوسع ما يمكن، وذكر 13 آية في المنافقين. بدأ بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والنفاق، النفاق لم يكن موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النفاق أول هو نفاقان، النفاق نفاقان، نفاق في الاعتقاد ونفاق في العمل. نفاق الاعتقاد أن الإنسان يبطل الكفر وينطوي على الكفر ويظهر الإيمان، هذا نفاق اعتقاد، وهو ما يسمى في عند الفقهاء الزنديق، يسمى زنديق، يسمى زنديقا. والنفاق العملي أن الإنسان مؤمن بقلبه ومؤمن بظاهره ولكن يعمل أعمال المنافقين التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي لفظ وفي رواية: وإذا خاصم فجر. فاحذر هذه الأوصاف الأربعة فإن أوصاف المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. يعرف الحق، يعرف يعلم أن الحق ليس له، ولكن يستعدي على خصمه بالمحامين الظالمين وبالرشاوة وبالكلام وباللباقة وبالتصوير الباطل الحق. هذا هو الفجور في الخصومة. فهذا نوع من أنواع النفاق، لكن صاحبه مؤمن، صاحبه ليس كافرا، ولكن أعماله أعمال المنافقين. والنفاق لم يكن موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد بعد الهجرة، وبالتحديد بعد غزوة بدر. بعد أن انتصر المسلمون في غزوة بدر خاف كثير من أصحاب الرئاسات والزعامات من الكفار، خافوا على أنفسهم، فالتجأوا إلى طريق آخر، قالوا: نستطيع أن نحمي أنفسنا من المؤمنين بأن نظهر لهم المودة ونظهر لهم الإسلام ونتعامل معهم كأننا مسلمين ومعهم وحريصين عليهم، وفي الوقت نفسه نكون مع أهلنا ومع الظالمين ومع الكفار ومع اليهود. هذا هو كيف بدأ النفاق. فهم أظهروا الإسلام من أجل أن يضمنوا مصالحهم ويحافظوا على أموالهم ويحافظوا على نفوسهم ويحافظوا على مكاسبهم ويتوصلوا إلى معرفة أسرار المؤمنين ليوصلوها إلى الأعداء. كانت هذه الغاية من إظهارهم الإيمان، ثم هم يبطلون الكفر وهم باقون على دينهم. هذا النوع هو أخبث الأنواع وأفسدها، وذلك القرآن فصل فيه وبين فيه ووضح فيه. فهؤلاء على خطر عظيم، وكانوا ولا يزالون أيضا بين الناس، ولكن تختلف درجاتهم. منهم من يكون نفاقه نفاق يصل إلى نفاق العقيدة والكفر، ومنهم من يصل نفاقه إلى تضييع الأمة وتضييع مصالحها، ويتظاهر بالحرص على الأمة وعلى الإسلام وعلى الدين، وفي الواقع يقولوا عنده مثلا أهداف ولا عنده
انتماءات ولا عنده أفكار يريد أن يحققها من خلال ما يظهره، لأن الناس وخصوصا في بلاد المسلمين عادة لا يجرؤ صاحب الضلالة أن يجهر بضلالته، لأن الناس لا تقبل هذا. ولو إنسان يريد أن مهما حمل في يده من رايات الإصلاح والخير، لو يقول هو أعطيكم الأموال ما تريدون وألبي لكم جميع ما تبغون، لكن أريدكم أن تكفروا، أن تضلوا، أن لا تؤمنوا بالله، لا يتبعه إلا القليل. في بلد مسلم الناس عاطفتها الإيمانية جياشة، لا تقبل أن تبيع دينها بعرض من الدنيا، لكن كيف يأتون إلى الناس؟ يأتون إلى الناس بصورة أخرى، أنهم لا يظهروا لهم كراهية الدين، ولا أنهم لا يريدون الدين، بل يظهرون الحرص على الدين ويمنونهم بالدنيا. فالإنسان عندما يجتمع له الوعد بالأمرين، كل إنسان يا سلام يستسلم، يقول هذه الدنيا والدين أتتني، فماذا بغير ذلك؟ هذا هو الشهد بالزبد، يا كما يقولون العسل والزبد معا، يعني كيف الإنسان لا يكره هذا؟ لكن هذا أحيانا لا يكون دائما صدقا، وإنما يكون أحيانا هو من المكايد ومن المكر، بحيث يستولي من له مصلحة في أمر، يستولي على نفوس الناس، وبعد ذلك بعد أن يستولي ويأخذ بزمام الأمور، الناس يجدون خلاف ما ظهر من الأمر ويفاجؤون ويسقط في أيديهم، فلا يستطيعون بعد ذلك حراكا. وإذلك المؤمن يجب عليه أن يكون متيقظا، المؤمن الكيس فطن، المؤمن لا يخدع من جحر مرتين. لابد أن الناس أن تنتبه إلى مصالحها، والمصالح الأولى هي مصالح الدين. هذا هو الأمر الذي إذا صلحت الدنيا، أما إذا فسد الدين فلا يصلح شيء بعد ذلك. ولكن الناس لابد أن يكون الأساس الذي يحرصون عليه ويستمتون من أجله ويطالبون به بكل قوة ولا يتهاونون أبداً، هو الحرص على إقامة شرع الله في هذا البلد، وخصوصا فيما يأتي في مسألة الدستور ومسألة إذا كان يحصل فيها انتخابات. لابد أن يحرص الناس على اختيار الناس الخيرين حتى لا يدركهم الندم بعد ذلك. لابد أن يدرس الأمر دراسة صحيحة، لأنه إذا ملك زمام الأمر من لا يريد شرع الله ولا حكم الله، فالخسارة والبوال للبلد ولا تقوم لها قائمة أبدا. لابد أن نمضي في هذا الطريق، وهو العزم والحرص والإصرار على تحكيم شرع الله وإقامة الحق وإقامة العدل، وأن لا نخاف في الحق لومة لائم. لابد من هذا الأمر، الحرص عليه والتأكيد عليه. ففي كل وقت وفي كل عصر هذه الصفة التي يذكرها الله عز وجل في أن هناك أناس يظهرون شيئا ويبطون شيئا آخر، لابد أن تحترس، لابد أن تأخذ بأسباب الحق وأسباب القوة. المنافقون كانوا بعد غزوة بدر لما خافوا عن أنفسهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان وساروا في ذلك، وكانوا مع المسلمين في الظاهر قلبا وقالبا، يصلون الجماعة في المساجد ويتصدقون، يعطون الصدقات حتى المال. ربما تقول الصلاة سهلة يصلي وكذا، لكن حتى الصدقة يتصدقون كانوا، ولأنهم إذا منعوا الصدقة انكشف أمرهم، لكنهم كانوا يعدون الصدقات مغرما، صدقة يعتبرونها ضريبة، لا غالبا نعطوها من أجل نحمي أموالنا ونحمي دماءنا وأعراضنا وأهلينا، بحيث يبقى نستطيع أن نصل إلى ما نريد. كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون ويخرجون للجهاد ويفعلون كل ما هو ظاهر، لكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. راهم لا تسمعوا لكلامنا، ولا تنظروا إلى صلاتنا، ولا تنظروا إلى التصريحات وإلى الوعود ولا الكلام، نحن معكم، نحن على دينكم، نحن على دين آبائكم، إنما نحن مستهزئون.
مستهزئون بالمؤمنين نضحك عليهم، لأن إذا قلنا لهم كذا وكذا صدقوا، هم أغرار هم مغفلون، هكذا لسان حالهم يقول. يقول المؤمنون هؤلاء سفهاء ومغفلون وأغرار، لما نصلي معهم ولما نتكلم معهم ونقول لهم نحن معكم هم يصدقون. يقول لكبرائهم لشياطينهم عندما يرجعون إليهم يقول لهم نحن مستهزئون، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله عز وجل بكتهم وخيبهم وأخزاهم ورد عليهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن هذا هو الفريق الثاني، ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. هذا الفريق الناس هنا المراد بهم من؟ المراد بهم المنافقون. هناك فرق أريد أن أعرج عليه وأبينه يلتبس فيه الأمر. عندنا نفاق، ناس منافقون. مع النفاق هناك ألفاظ أخرى تستعمل في الشرع، لفظ يسمى المداراة ولفظ آخر يسمى المداهنة، فقد تلتبس هذه الألفاظ. بينا أن النفاق نوعان، نوع نفاق في العقيدة ونوع نفاق في العمل، ونفاق العمل لا يخرج عن الإيمان. هناك لفظ آخر يسمى مداراة، المداراة نسميها بالمعنى اللغة الدارجة المجاملة، أن تجامل إنسان. المجاملة ما هو الجائز منها وما هو الممنوع؟ لأن في مداراة ومجاملة جائزة، وفي مداراة تتحول إلى مجاملة ممنوعة تسمى مداهنة. فالمداراة جائزة، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أغلب الروايات أنه عيينة ابن حصن، وهذا كان من المنافقين أو ممن كان إيمانهم ضعيفا، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يأذن له عندما قوله فلان يريد أن يستأذن قال بئس أخو العشيرة، ذمه قبل أن يدخل. فلما دخل ألان له القول وتلطف له في الكلام، لم يعامله باللغة التي أخبر عنها بأنه، ولم يواجهه بما فيه من الشر، بمعنى أنه لم يواجهه بما فيه من الشر بل تلطف له في الكلام وألان له في القول. فلما خرج قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما قلت فيه، قلت بئس أخو العشيرة، ثم ألمت له في القول. فقال صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس من اتقاه الناس لفحشه. ذكر أيضا صفة أخرى فيه من الناس، وناس سيئون شريرون، والناس يتقونهم ويهابونهم ولا يواجهونهم بما فيهم من سوء لفحشهم، لأنك إذا واجهته بالسوء انتشر شره وازداد ظلمه وازداد كفره وازداد ضلاله، فأنت تتقيه أحيانا وتجامله، وهذا يسمى مداراة. لكن ما هو المسموح بها، ما هو المسموح به من هذه المداراة، بحيث إنسان يبقى لما يعمل شيء من هذا لا يخطئ فيه؟ قالوا المداراة المسموح بها هو بدل الدنيا، بدل الدنيا للدنيا، أو بدل الدنيا للدين من أجل الدين، أو بدل الدنيا من أجلهما معا. إذن واضح الأمر، الذي تعطيه وتبدله لهذا الشخص عندما تجامله الذي تبدله منه ما هو؟ الدنيا أو الدين؟ الدنيا، تعطيه الدنيا، لا تعطيه شيئا من دينك، لا تعطيه فيه شيء، لا تعطيه شيئا فيه مخالفة لأمر ربك، أن تبدل شيئا من دنياك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بدل له عندما جامله؟ ألان له في القول، أعطاه كلاما حسنا.
لكن هل أعطاه شيء من دينه بمعنى هل مدحه؟ قال له أنت ما شاء الله رجل بطل، رجل شهم، رجل شجاع، صاحب دين، نعتمد عليك، فيك أخلاق، أنت كذا. لم يمدحه بهذا، وإنما تجامله، مرحبا أهلا وسهلا، السلام عليك، كيف وكيف أنت، يعني جامله ببشاشة، كلمه ببشاشة وبلطافة، ولم يعطيه شيء من الدين، بل أعطاه شيء من الدنيا. من أجل ماذا؟ إما من أجل الدنيا كما قلت، أحيانا أنت تعطي شيئا من دنياك من أجل دنياك، لا حرج فيه. ما أنت مثلا أنت يريد أحد أن يجرجرك إلى محكمة ظلما، تعال نفسك ظالم، فتبذل شيء من مالك أو تبذل شيء من كرمك أو من إحسانك أو من تلطفك لي، بحيث تحمي نفسك وتحمي عرضك من أن يداس. هذا بذلت شيئا من دنياك لدنياك، لا حرج فيه. أحيانا تبذل شيء من دنياك من أجل دينك، تعطي مال، تعطي كذا، من أجل أن يقام الدين وأن تحفظ للإسلام هيبته وتركه، فهذا بذل دنيا من أجل الدين. هذا ليس فقط جائز بل هو مطلوب. فالمدارات التي بذل الدنيا من أجل الدنيا أو من أجل الدين أو من أجل الدين والدنيا لا حرج فيها، وأحيانا تكون مطلوبة وأحيانا تكون مستحبة ومأمور بها، لكن هذا غير المداهنة. المداهنة معنى أن يأتيك إنسان فاجر، ظالم، كاذب، من اللجان التورية، من المنافقين، من كذا، وتبقى تمدحه وتقول له ما شاء الله، والله أعمالكم جيدة، وأنتم ما فعلتم، وأنتم قدمتم للبلد، وأنتم يعني حققتم كذا، وأن عملتم الإنجازات، وأنت تعلم في قرار نفسك أنه من المفسدين. هذا بدلت دينك من أجل الدنيا، هذا حرام لا يجوز، هذا مداهنة وهذا هو قريب من النفاق. فهذا هو الفرق بين هذه الألفاظ، ينبغي المسلم دائما أن يحترس، لأنه كثير من عند الناس عندما يأتيك إنسان أحيان يأتيك إنسان مسؤول في منصب عند وجاه عند مكان أو صاحب مال مثلا، وأنت تعلم أنه ظالم، تعلم فقر نفسك، زي ما كان يحصل الناس عندما يخلون بأنفسهم في جلساتهم الخاصة يسبون ويشتمون القذافي واللجان التورية والمفسدون وكذا وكذا، وعندما يحضرون جلساتهم واجتماعاتهم يبقوا كل مجانين، يركبوا ينزلوا يهتفوا بهم بحياتهم بقوتهم. وأحيانا عندما يأتيهم زائر من هؤلاء أو يزورونه في مكتبه لأنه يريد أن يتوصل منه إلى مصلحة، يريد أن يوظف له ولده، ولا يريد أن يمكنه من بعثة ولا من عمل، يتملق له ويبيع دنياه ويبيع دينه من أجل الدنيا. يقول والله ما شاء الله عليكم، أنتم أحسنتم، وأنتم أعمالكم كذا وأنتم كذا، ويسوء يمدحه ويمدح ضلاله ويمدح كفره ويمدح فساده من أجل الدنيا. هذه المداهنة، هذا النفاق، هذا غير جائز شرعا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الناس يعني المراد به هنا المنافقون. من يقول آمنا، من يقول، من هذا اسم موصول، لفظه لفظ المفرد ومعناه الجمع، ولذلك يجوز أن يأتي بعد اللفظ مفرد ويجوز أن يأتي بعده اللفظ جمع. من يقول، يقول جاء اللفظ مفردا، لم يجي يقولون، لو جاء يقولون لكان ما المعنى ربما يستقيم، لأن من معناها الجمع. لكن قالوا الترتيب الذي يأتي عادة بعد لفظ من، إذا كان هناك نوعان من الجمل، جملة مفردة وجملة جمع، أن تأتي الجملة المفردة أولا، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي في تركيب الجمل، المفردات ثم الجمل. وذلك جاء القرآن على هذا النسق، من يقول، من أتى بعدها المفرد يقول، ثم أتى الجمع. آمنا، نعم، لما وصل، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.